اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ عصام، ان شاء الله بكره شاء في الله. مباريات مهمه جدا وصعبه جدا في كاس الامم الافريقيه، ولكن مباريات بكره هتعدي وهيجي بعد بكره نلعب مباراه منتخبنا الوطني مع نيجيريا. مع نيجيريا منتخبنا الوطني الحقيقه. طيب قبل ما منتخبنا الوطني اصابات بشويه كورونا. قبل منتخبنا الوطني بشويه، قبل منتخبنا، ما انا لازم اقعد المحطه اللي قبلها. ايوه عارفك، انا عارفك على قديم. صحيح احنا قدام مع بعض طبعا. لا اصابات كورونا بالنسبه لمنتخبنا الوطني، ابو جبل اعتقد مش مؤثر لانه الشناوي موجود طبعًا. الحضري يعني، هل في اصابات اخرى بمعرفتك يعني؟ لا طبعا ما فيش اصابات، بس شوف الحسم في هذه القضيه هو حسم محترف. يعني ايه؟ يعني لما تشوف القرارات المنظمه لعمليه كورونا تتبسط. اللي هينقص منه ناس في كورونا مش هنعطف عليه. العب بما يفيد الاتي. حضرتك مين؟ انا اسلام الشاطر. ده مين؟ خالد الاتربي. ده مين؟ عصام شلتوت. الاستوديو ده موجود هنا عشان انتوا بتستعدوا للبرنامج. اللي هيطلع بره رجاله او يبص من الشباك رجاله، ها، ويجرى له حاجه ملوش عندنا كلام. ده كلام مهم. فين بقى الناس اللي اتصاب منها ناس بكورونا؟ اصل الكورونا دي مش بلوى يعني، هو ابتلاء لكن بنتكلم عن ناس اكل عيشها يا كابتن اسلام انها تعمل اجراءات احترازيه للاعيبه والاداريين. شغلتي احميك من نفسك، تخيل بقى، عشان كورونا. لما ما نعملش ده يبقى حضرتك احنا غلطانين على الكره السلام. وبالتالي هيلعبوا بالمتاح بغض النظر عن الاعداد اللي ناقصه. واتصور انه خالد اتربي قال كلام مهم، قال انه المنتخبات غير الانديه، المنتخبات انت اخترت من كل الفرق وبالتالي لديك من اللاعبين نفس النموذج. يعني اكنك بتشتري حاجه براند في منها مقاسك ونفس المقاس تاني اكتر من حاجه، وبالتالي ما عندكش حد بيقع نمر كبيره يعني في النص الا السوبر نجوم، وهم اصلا يعني ما بيكملوش صباعين من اليد الواحدة، عشان ما نقولش أصابع اليد الواحدة. السوبر نجوم، لكن لدينا نجوم. أنا براهن على لاعبتنا الحقيقة في كل الأجيال، براهن على لاعبتنا. بالمناسبة يا جماعة معلش عشان أنا بكح كده، فناس كتير قالت لي أنت عندك كورونا أو برد أو أنا كان عندي برد الثلاث أربع أيام اللي فاتوا أو الأسبوع اللي فات، فأنا عشان بس الناس عمالة تبعت لي، فانا فعلا كان عندي برد وعملت تحليل واثنين وثلاثه وبي سي ار اثنين وثلاثه. ابتسام بيطمنا الحمد لله، فطمنا عشان الناس تطمن. وبعدين ما بتتنقلش كمان بالكاميرات يعني، بيتفرجوا عليك يعني ما يخافوش يعني. هم بس اللي احنا اللي نسال. فبالتالي يا كابتن انا ما عنديش وقت الحقيقه، والمفترض الجمهور ما يبقاش عنده وقت الا لانه يعرفها كخبر انه يا عيني ده فلان جاله كورونا. المنتخب مش الشخص يعني، لا جاله كورونا خلاص هو وشأنه بقى، يبقى نعرف نحاسبه كويس قوي ليه جاله كورونا يعني. زي بالظبط اما ياثر في اللعب، حضرتك اللي جاله كورونا ده يتحاسب طبعا. نعم. والا لم تصدر، انا اسف، والا لم تصدر نظريه هتلعب لو ب 12 لاعب.